صباح الخير، حلقة جديدة من أخبار الصباح لليوم الخميس 26 تموز. أضراب اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بلبنان، أيضا رالي السيارات التقليدية الشعبية الأول بلبنان بمنطقة الورهانية الشوفية، وحفل إبداعات من تنظيم جمعية الأمل للرعاية والتنمية الاجتماعية وغيرها من التقارير. أما ضيوفنا لليوم فهن الأديبة والإعلامية شادية الحاج، لنحكي معها عن كتابة أثمن من العصافير بعد 30 عام من الاغتراب، وأيضا أمير أبو عديلة رئيس جمعية العناية بالنظر لنحكي معه عن نشاطات الجمعية. إنما البداية مثل العادة مع اتصالنا مع مصلحة الأرصاد الجوية. اليوم معنا مدام جوسلين بوفارس. صباح الخير. صباح النور، كيفك اليوم؟ الحمد لله منيحة. يعني امبارح كان كتير شوب، يمكن اليوم شوي الطقس رح يكون ألطف، درجات الحرارة صحيح اليوم فعلنا انخفاض بالحرارة، هذا سبب تأثير الكتل الهوائية المعتدلة اللي عم تأثر على الحوض الشرقي المتوسط اعتبارا من اليوم، وبتستمر للتنين حتى ترجع ترتفع درجة الحرارة. أوكي. وهو أساسا سبب منخفض موجود بأوروبا بيوصل السبت على إيطاليا. امبارح قد ايه وصلت درجات الحرارة؟ لهالقد حسينا بالشوب على الساحل. يمكن الرطوبة كانت كتير عالية. كانت مع نسبة رطوبة كتير عالية، صحيح. طيب بالتفاصيل. اليوم قليل الغيوم لغيم جزئيا، عندنا انخفاض ملموس بدرجات الحرارة خاصة المناطق الجبلية والداخلية، بتنشط الرياح أحيانا، وأكيد بيتكون ضباب على المرتفعات. الجمعة غيم جزئيا، ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. السبت غيم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ببداية النهار، بيتحول مساء إلى غائم مع احتمال تساقط الرذاذ على المرتفعات. يعني هاي الأكثر بين ليل يعني السبت بالليل مؤخر. أوكي. درجات الحرارة لليوم على الساحل رح تروح من 25 ل 33، فوق جبال من 19 ل 29، بالأرز من 15 ل 20 درجة، وبالداخل من 19 ل 33 درجة. يعني نزلت منيح بين الست درجات تقريبا على المناطق الجبلية. اوكي، بس الرطوبة قد رح تكون؟ الرطوبة 60-80% بعد اليوم، مستمرة الرطوبة مرتفعة، والرياح غربية لجنوبية غربية سرعتها بين 10-35 كيلومتر بالساعة. الرؤية جيدة على الساحل، متوسطة على المرتفع بسبب الضباب، والبحر اليوم منخفض الموج إلى مائج، حرارة سطح الماء 29 درجة، الضغط الجوي بلش يرتفع اليوم وبكرة بيكمل ارتفاعه 1010 هكتوباسكال، ما يعادل 758 مليمتر زئبق. ساعة غروب الشمس بتكون على 7:44 دقيقة، وساعة شروق الشمس بكرة 5:44 دقيقة كمان. أوكي، يعطيك ألف عافية، نحن بكرة بنحكيكم. صباح الخير جوال. صباح الخير جوال لك، لكل يلي عم بيتابعونا. رح نعمل جولة على عناوين الصحف يلي صدرت اليوم صباحا ببيروت. اليوم الخميس 26 تموز، ورغم تفاؤل الرئيس الحريري انما الحكومه راوح مكانك، هذا الموضوع الابرز بالصحف اليوم. رح نبدا مثل العاده مع النهار. الحريري المتفائل يحاول دفع التاليف الحكومي، اللجان النيابيه المشتركه تجتمع اليوم، ولبنان القوي لاقرار المشاريع. عقوبات امريكيه لشركات وافراد لبنانيين يهربون معدات الى سوريا. بوغدانوف للبنانيين ساعدوا أنفسكم أولا. وبالأخبار المحلية، زيارة سياسية للحاج حسن لدمشق بقناع اقتصادي. داعش ينتقم من السويداء بهجمات هي الأكثر دموية. قمة بريكس في ظل الحرب التجارية، الرئيس الصيني لن يكون هناك فائزون. خالد بن سلمان يجب مواجهة إيران وإبقاء كل الخيارات على الطاولة. وبختم مع افتتاحية النهار بقلم الدكتور فريد الخازن، الهوية اليهودية لدولة اليهود من الصهيونية إلى الداعشية. نتابع مع الحياة. أربعاء أسود في السويداء بعد هجوم مركب لداعش، ضحايا المجزرة 220 قتيلا، وعقوبات أمريكية لمتورطين بالكيماوي السوري. جريفيث عاد إلى صنعاء، التحالف العربي يحبط استهداف ناقلة نفط سعودية. هددت بتجميد نشاطها بعد حصار مكاتبها، والقضية تحولت نزاع عمل،
أزمة أونروا تتفاقم بعد فصل 1000 موظف، تقليص سياسي لخدمات الوكالة. منافسة عسيرة بين عمران خان وحزب نواز شريف، يوم دموي لانتخابات باكستان، ولاعب الكريكات السابق ينأى عن الجيش. أوروبا تلوح برسوم على بضائع أمريكية ب20 بليون دولار. ترامب يعتبر تجارة الصين خبيثة، وبكين تدعو بريكس إلى رفض الحمائية. وفي عناوين الحياة أيضا، مصر الزواج من أجنبيات فرصة للإقامة والهجرة وبعده المشكلات. وبختم بالأخبار اللبنانية بالحياة، الحرير يتحدث عن حلحلة حكومية وينفي أي خلاف مع عون. إلى عناوين صحيفة المستقبل بالصورة الرئيسية، صورة تناقل ناشطين على وسائل التواصل لشارع بسويداء وبيبين أحد عناصر داعش بعملية انتحارية، يوم أسود في السويداء. أما بالعناوين اللبنانية، الحريري في بعبدة أكثر تفاؤلا واللقاء يتجدد غدا، اتفق وعون على الموقف اللبناني إزاء الخطة الروسية والتمثيل بالمثل بحسب طبيعة اللجنة المشتركة. تصعيد إسرائيلي في غزة يوقع 3 شهداء. واشنطن تعاقب 8 أشخاص و5 شركات بسبب دعمهم برنامج الأسد الكيميائي. إيران تغير محافظ المركزي مع تداعي الاقتصاد. السعودية تعلق شحنات النفط الخام عبر باب المندب. بالعناوين الداخلية بصحيفة المستقبل، الدستور الواضح والنقاش السياسي الغامض. الجيش يكمل ضرب تجار الموت ولو كره المتضررون. أونروا تفصل نحو 1000 موظف في قطاع غزة. بروكسل تقترح حلا مؤقتا لأزمة اللاجئين وروما ترفض. وختاما بصحيفة المستقبل، الصورة يلي عم نشوفها لفنانين من إيطاليا عم بيرسموا عهد التميمي على جدار الفصل ببيت لحم، والصورة بعنوان بيت لحم تتزين برسوم الأيقونة الفلسطينية. منتابع جولتنا مع الأنوار، تنديد لبناني بجريمة الاعتداء الإرهابي على السويداء وسقوط 215 قتيلا. الحريري ينفي نقل تشكيلة وزارية إلى عون. الحكومة العراقية تقيل مسؤولين للحد من موجة الاحتجاجات. نقابات النقل البري تلوح بإضراب جديد. غارات إسرائيلية على قواعد للصواريخ السورية. وبختم مع رفيق خوري، الأولويات الروسية في عودة النازحين. إلى عناوين اللواء، الوفد الروسي يعيد فتح طريق بعبدة بيت الوسط. الحرير يتفق مع عون على تكثيف اللقاءات، والحش حسن يبدأ تطبيع العلاقات مع سوريا. داعش يضرب السويداء ب4 انتحاريين، أكثر من 220 جريء قتيلا. غارة إسرائيلية على سوريا ودمستورة لبحث لجنة الدستور في سوتشي. وبقلم المحامي محمد أمين الدعو، وجهة نظر حول تشريع زراعة الحشيش. 3 شهداء فلسطينيين في غزة وقنص ضابط إسرائيلي. بالعناوين بالديلي ستار وبترجمة لأبرز ما كتبته اليوم بإصدار، اتفاق عون والحريري يعزز الأمال في اختراق الجمود الحكومي. اعتداءات داعش تؤدي إلى سقوط أكثر من 200 قتيل في جنوب غرب سوريا. وختاما، مقتل 3 من مقاتلي حماس في ضربات جديدة لإسرائيل على غزة. إلى لوريان لوجور وبعناوين، اختراق طفيف من دون تسجيل أي تقدم ملموس. وأيضا في لوريان لوجور، اقتراح قانون أمريكي جديد لمعاقبة حزب الله. وختاما، مذبحة جديدة للدولة الإسلامية في السويداء. جولتنا منتابعة مع عناوين صحيفة الشرق، الحريري عقد حلت والعلاقة مع عون ممتازة والنتائج الإيجابية قريبة. الوفد الروسي اليوم موقف لبناني واحد من النازحين. الراعي لا يريدون حل القضية الفلسطينية لتبقى شعلة نار. وبختم مع عون الكعكي ضمن رأي الشرق، مقالته اليوم حلملة عنوان بي الكل. من الشرق إلى الشرق الأوسط، مذبحة داعشية تضرب السويداء المحايدة، مئات القتلى والجرحى. وواشنطن تعاقب أفرادا وكيانات على صلة بالكيماوي السوري. هجوم ألحق أضرارا بناقلة نفط سعودية قبالة الحديدة. تهديد حوثي إيراني للملاحة الدولية. طهران ترفض التفاوض تحت التهديد. اتهامات التزوير والعنف تخيم على انتخابات باكستان.
اتفاق أولي لتقاسم السلطة في جنوب السودان، وبالعناوين اللبنانية بقاعيون يعبرون عن نقمتهم على حزب الله، الحريري متفائل بتشكيل الحكومة بعد لقائه عون. ومنوصل إلى المحطة الأخيرة ضمن جولتنا على عناوين الصحف مع الجمهورية يلي كتبت لليوم مسودة حكومية جديدة لم تمر. الظروف الإقليمية تبدلت، الحكومة في الغيب، وبختم مع الصورة الرئيسية جعجع للجمهورية لا أتنازل سوى للقديس شربل. ومع هالعنوان وصورة الجمهورية بنكون وصلنا لختام جولتنا على عناوين الصحف. فاصل أول، بنرجع من بعده منتابع أخبار صباح، خليكن معنا.